بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا بإيجاز منتج الفلاحة في بلادنا وباعتبارها إلى الحجر تفضلتم سيد الأمير العام من الفلاحة قرارات فلاحية هو أن المؤسسة الصندية هي الفرع أو الشركة اللي عندها على سبيل التسرية والارتباط وتطبيق وحتى الوسائط الإعلامية وهذا ما جس بناء على استلام الموافقة المبدئية منتجين والفلاحين كذلك مما ذاك يخص إنجازات العام الجاري فقد بلغت إلى شهر سونيغاز توزيع فيها 6 مناطق توزيع عبر التراب الوطني تم استخراج 71 والمقدمة أدناها على النحو التالي في انتظار الوضع تحت حيز الخدمة في 18,006 تم دراسته يمكن الإدلاء أن 28,148 مستثمرة مرتقبة فورية وكذا التقرب أكثر من المواطن وإحصاء انشغالاته إلى ولاية وربلة حيث عاينا المزرعة النموذجية لتربية المائيات هي تجربة رائدة نحط الرحال بولاية الشرف هنا مستثمرة تربية الأبقار الحلو بولاد عباس هي أيضا تجربة بالتالي العدد إلى نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله راح يوازي 23,000 ربط 23,000 مستثمرة فلاحية من بين 23,000 مستثمرة في فلاحية اللي ربطناها بالكهرباء هناك تقريبا 20,000 مستثمرة فيها فلاحية راهي تستهلك الكهرباء وبالتالي يعني وضعت حيز الخدمة فيما يخص يعني الجنوب حصة الأسد كانت إلى المناطق الجنوبية وكما لاحظتم هناك تقريبا 13,000 تقريبا ربط 30,000 مستثمرة إلى نهاية سنة 2022 العدد يعني جد معتبر أما الباقي يعني اليوم نقوله راح نصرح أنه سوف يتم إنجاز يعني العدد الكامل يعني 48,000 مستثمرة إلى نهاية سنة 2023 وهذا تحدي مجمع سونلغاز كمؤسسة مواطنة يعني لم تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي لمدة تقريبا 3 سنوات يعني بمرور الجائحة اللي مرت على يعني الوطن تاعنا في نهاية سنة 2018 مبلغ الديون كان 61 مليار دينار جزائري يعني بعد 3 سنوات يعني إلى نهاية 2021 المبلغ ضعف 4 مرات وبالتالي أصبح مبلغ الديون لمجمع سونلغاز 214 مليار دينار جزائري رقم الديون اللي تحدث عليه هو نهاية سنة 2021 ولكن إلى يعني سداسي الأول لسنة 2022 يعني المبلغ نزل إلى 161 مليار دينار جزائري يعني وبالتالي الوضعية راهي قاعدة تتحسن كل المدارس على المستوى الوطني تم ربطها بالكهرباء والغاز بدون أي شرط بدون دفع مسبق وبالتالي اليوم الحمد لله يعني في جميع الولايات اللي تم زيارتها يعني وهي 41 ولاية يعني ما عندنا حتى مشكل في ربط يعني المدارس يعني والحمد لله كانت هناك أيضا تعليمة أخرى يعني أعطيناها على المستوى الوطني وهو عدم قطع التيار الكهربائي لكل الإدارات يعني على المستوى إدارات يعني البلديات على مستوى الوطن أما فيما يخص الإنقطاعات عندها عدة ظروف بالطبع كان هناك يعني عوامل داخلية وهناك عوامل خارجية فيما يخص يعني الإنقطاعات للعوامل الداخلية قد تكون هناك إنقطاعات لعدم الصيانة تلف العتاد يعني أمور عدة ولكن اليوم أكثر من 70% أسباب الانقطاعات هي أسباب خارجية يعني أغلب الأسباب أنه هناك شاحنة يعني دخلت في عمود كهربائي وبالتالي العمود يسقط والشبكة تسقط المواطن ما يشوفش هذه الأمور بالنسبة له الكهرباء راحت ولكن هناك تعدي على الشبكة كما لاحظتم هناك عدة بنايات يعني محاذاة للشبكة ولا تحت الشبكة يعني تحدث في بعض الأحيان يعني أحداث مميتة سكنت عدد يعني هنا قضية برمجة لا غير لأن اليوم العدادات متوفرة وموفرة يعني بكثرة لكن كما تعلمون هناك يعني إنجازات تقوم وتوزيعات للسكنات تقوم في نفس الوقت وبالتالي
يعني لازم باش تزودها كل سكنات بالعدادات تكون هناك برمجة من المصالح. الحمد لله يعني اليوم تجاوزنا هذه الأحداث، هناك تحسن لأنه عدنا حتى يعني الأورغانيزاسيون تاع لي زيكيب تاعنا، عملنا يعني بون أورغانيزاسيون للقضاء نهائيا على مشكل التأخر في وضع العدادات.